السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الخامسة من شرح منظومة البيقونية في مصطلح الحديث. عدنا بعد انقطاع دام لأكثر من شهر لظروف امتحانات والدراسة وما زالت، لكن قلنا يعني لا نقطع الشرح لعل أحدا يعني يكون متابعا للحلقات فيستفيد بإذن الله عز وجل. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموقوف والمقطوع، وتكلمنا عن الحديث المسند، وتكلمنا عن الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع. واليوم بإذن الله عز وجل مع مصطلح جديد ذكره الناظم رحمه الله تعالى في منظومته، وهو المتصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا تعريف المتصل عند المصنف رحمه الله تعالى. قلنا في اللقاء السابق لما أتينا على تعريف المسند عند المصنف، قلنا إن المصنف اشترط في الحديث المسند أن يكون متصلا أيضا. معنى متصل أن يكون الراوي سمع من الذي قبله، والذي قبله سمع من الذي قبله، وهكذا إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إذا قلنا ما معنى المتصل، هو نفس الكلام، هو يقول وما بسمع كل راو يتصل، يعني أن يكون الراوي سمع من الذي قبله، والذي قبله سمع من الذي قبله، إلى أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحديث المتصل عند المصنف رحمه الله. فاشترط المصنف شرطين: الشرط الأول أن يكون كل راو قد سمع من الذي قبله، الشرط الثاني أن يصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لكلام المصنف، لأنه قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم فالمتصل، أي هذا هو المتصل. فإذا أتانا حديث كان إسناده متصلا لكنه وقف عند الصحابي، يعني كلام مروي عن عمر بن الخطاب أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن علي أو عن عثمان مثلا يعني، والحديث إسناده متصل إلى هذا الصحابي، فلا يسمى متصلا عند المصنف. لماذا؟ لأن الإسناد لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أتانا إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فيه انقطاع، ليس كل راو سمع من الذي قبله، في منتصف الإسناد انقطاع. فلو أتينا مثلا على إسناد فيه الإمام البخاري يقول حدثنا أحمد بن حنبل شيخ البخاري، وأحمد يقول عن شعبة، وشعبة يقول عن قتادة، وقتادة يقول عن أنس، وأنس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا في هذا الإسناد ننظر هل كل راو سمع من الذي قبله أم لا، كي نحكم على هذا الإسناد هل هو متصل أم غير متصل. نجد أن الإمام أحمد شيخ البخاري، إذن البخاري سمع من أحمد، فالإسناد متصل بين البخاري وأحمد. أحمد قال عن شعبة، ننظر هل أحمد لقي شعبة أو سمع من شعبة. إذا عند التحقيق نجد أن الإمام أحمد لم يلقى الإمام شعبة، لأن شعبة توفي قبل ميلاد أحمد بثلاث أو بأربع سنوات. إذن هنا الإسناد فيه انقطاع في المنتصف فيسمى إسناد منقطع. لماذا؟ لأن في منتصف الإسناد هناك راو لم يسمع من الذي قبله ولم يلقه. إذن شرط الإسناد أن يكون متصلا، أن يكون الراوي سمع من الذي قبله، والذي قبله سمع من الذي قبله، إلى أن يصل الإسناد إلى منتهى، ومنتهاه عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى إسناد متصل. وهنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها، ليس معنى أننا نقول كل راوي سمع من الذي قبله أننا ينبغي أن نتحقق أنه سمع هذا الحديث بالذات، لا، بل ينبغي أننا نبحث هل هذا الراوي سمع من شيخه أم لا. يعني لو أننا عند التحقيق وجدنا الإمام البخاري يعني سمع من الإمام أحمد حديثا ثم ذكر حديثا آخر وغيره وغيره وغيره، فلا ينبغي أن نقول لابد أن نشترط أنه سمع هذا الحديث، بل ما دام ثبت عندنا أنه لقيه وسمع منه فلا بد وأن كل ما ذكره عنه أنه قد سمعه منه، فلا يشترط أن نقول لابد أن نتحقق من سماع عين الحديث هذا أو نفس هذا الحديث، لا، بل لكن إذا كان هناك يعني يقين أنه سمع ولو حديثا واحدا فلا بد وأنه قد سمع منه غيرها من أو غير حديثا آخر غير هذا الحديث أو أحاديث أخر غير هذا الحديث. وهذا طبعا يرجع إلى أننا أصلا في الأصل نقول هذا الراوي عادل ضابط ثقة مأمون صادق لا يكذب، فبالتالي ما دام قد سمع حديثا
فلا بد وانه قد سمع غيره من الحديث، الا هناك بعض الرواه مشهورون انه مثلا يقال هذا الراوي لم يسمع من فلان الا حديثا واحدا، خلاص هذا قد عرفنا انه او عرفنا انه لم يسمع الا هذا الحديث. اما اذا جاء الامر مطلقا فما دام الراوي قد ثبت عندنا انه سمع من شيخه حديثا واحدا، فاذا روى غيره من الاحاديث فلا بد وانها تكون حديث صحيحه واحاديث اسنادها متصل. اذا حتى لا يتشعب بنا الكلام عندنا شرطان في الحديث المتصل الذي يكون متصلا عند المصنف. الشرط الاول ان يكون كل راوي قد سمعه من الذي قبله. الشرط الثاني ان يكون الاسناد متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث المتصل، اذا وجدته في اي كتاب هيقول اسناد متصل، فمعنى كلمه متصل ان كل راوي قد سمعه من الذي قبله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.